بيكم فلو ياسمين والطاقة الإيجابية للناس الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، تابعوا في المدام وجاء على غاديو إي إف إم. أحلى غاديو، إن شاء الله نهاركم محليه ويتعديكم على أحسن ما يرام. باش نرافقوكم كما كل يوم في المدام وجاء سويعتين وشوية نعديوهم مع بعضنا بالضحكة والذمار كيف ما تعرفوا الأخبار والنصائح. وما تنسيوش دورة المارشي مع الساسوها، إيه متعرفش اليوم مازلت جربة مش جربة، هذا اللي باش نشوفوه بعد في دورة المارشي. برشا حاجات تستنى فيكم، برشا أخبار مع الأبناء من توا حتى نص نهار. موجودين كاملين حاضرين أبنائي بدون غيابات. صباح النور. بونجور. غاب البارح بسبب الضرس، نعم قال إنه الضرس متاعو نجح عليه يوجع فيه برشا برشا، فاستقى والبقى إنه يمشي للدونتيست. صباح النور يوسف، كيف الحال؟ بونجور وجوج، بونجور لوليد، بونجور اللي تسمعوا فينا الكل. محلي صوتي مبحح شوي، عندي ان بيتي غوم. لا غوم ولا شيء، زيني من غوم وسوسة. لا والله جاتني اون غاج دو دون. غاج دو دون فوالا بان دو مي، ما يسمى بالعربية زرستك توجع على الاخر. زرست العقل. دونك لا لا ماهي زرست العقل، زرسة من الزروس اللي عندي. بما اني انا زرسة في البرنامج كلمت بوغانش قلت له زرستي توجع، ومشيت للاخت سارة ربي فضلها الدونتيست بتاعي في نابل، قدت لي زرستي واليوم اموري على العال معاكم حتى تكشي الماضي ساعتين. هاي باهي يا سيدي، ان شاء الله الله لا يعاود عليك حكاية هذوما خاطر وجهة الزرسة معروف معروف. لا لا ما نذكركش انا ديجا برك الله تعدى عليا برشا. سينو تنجموا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في كالعادة على الشان يوتيوب تاعنا راديو اي اف ام. هكا وجوج قلت في شعرها توتي في شعري الدنيا محلاها فريدة. فريدة كالو صحة يا فريدة، كنت تسمعي فينا جنرال وجوج بالمعلقين. نعم اجل معلقة معلقة يلزمني نشد لكم اثنية الدنيا فما نقابات وفما مواضيع صحيح نقابات ودنيا وغيابات وهي بتكرب وتقريرات واستفيدات قاعدة في بالهم سايبة واحد يخرج مال مخرج شنو انت؟ يخرج النياشين نتاعو. هذا ابني المدلل الفرد الكابلي تسمع في صوته، هذا يوميا يجيب لنا اخبار عالميه، يحكي لنا على خين، يحكي لنا على سريلانكا، لبنان، وين باش يهزنا اليوم ما ندروش. تو يقول لنا تو توت سويت صباح الفل. جود مورنينغ وجوج، صباح النور اخواتي مزيانين. الجار اللي يحب يتسلسل للعائله خاطر كي انت قلت وجوج ابنائي بونجور هو ظهر لي قالها بونجور، دوك يحب يدخل العائله. نعرفش ولدك خوك العم ما نعرفوش كيفاش. سينو ان شاء الله عباد يسمعوا فينا امورهم باهيه شيخين عاملين جو. انا متمسك بالحق النقابي على خاطر فما تهديدات مع النجار العزيز فيما يتعلق بالاخبار ومناوشات خارج الاستوديو. سينو سنين مانيش بعدي اليوم مانيش بعدين برشا تلفت لي سي كوم كوم قلت مانيش العويم عندك شاد اليوم مانيش بعدين برشا على يدنا اللي صار في شقيقه الجزائر باش نحكيو شنو صاير هذيك. خبير مهم اللي دار برشا في تونس وفي الجزائر خاصه. ايوه ايه شفتوا باش ننتظروا اخبار شيقه وشيقه جدا. نعم نعم انتظرونا مع لؤي، استنونا على خطر الخبر فيه تحليل ونجم يعطيك حتى راهو سوليسيون. ابن انا راه فلوسي ما مشاتش خساره، راني قريت ما شاء الله حطيت ولقيت والحمد لله. ها يا سيدي امور وموش موش الحقيقه نتاع ربي مع ولد بنتي، كلاشات متواصله بينه هو ويا الجار العزيز الناجي القنواتي الراقص المبدع. اقسم بالله العظيم بركه تقولوا بيريري وتعملوا هكا صحيح يمشي يجري في لكن. صباح النور على القنواتي العظيم. صباح الخير. صباح الخير وجهي. صباح الخير الاولاد. مشاكل مش كان مع ولد بنتك ولا تو مع لؤي. شبيك معليش مدخل في مناوشات خارج الاستوديو فيما يتعلق بالاخبار. وانا برجولي فما برشا تو وصلتني برشا ميساجات يحكيوا لي قالوا لي خلي علاقتك باهيه مع دوبليكشي خاطر ما تزيدش تحالف مع العائله ضده فهمني. اما كي ثبت مليح انا ماني كونان في راسي شويه كي ثبت مليح نلقى اللي باعثين لي الميساجات الكل كلهم لابسين نفس البراسلي. دونك اربط بسهم اربط بسهم وكا لا لا أي. انت ذكرتني في فلان قرانو واللي تغزل لي على جناب وعاملين لي سلاسل ولابسين وعندهم درشنوهم من الداخل حاطين لنا ميكروويت. لا ارجوك ارجوك ارجوك
ليه جاري خلينا كي محلينا نهبلوا. انتو بلكشي بار كونتر القرار قريب يحضر فيما يخص انتمائه للعائله هذه ويمشي يمشي بيه. نحن قاعدين نعملوا في جلسات مع بعضنا الناس كل عائله كامله في الليل قبل ما يروح انتو بلكشي من قاعه الرياضه، دم قاعدين نوجهوا في بلاصتو ومكانته في العائله. تو جي سوربريز تربي كيما العاده ديما عنده مفاجات. يا اهلا صباح الانو صباح النور صباح الانوار صباح النشاط والحيوية. والله ايش نقول لكم، انا راني منتمي للعائلة هذه، اما صيفتي شنية الصيفة راني ما نجمش نقول منتحل صيفة عائلية منتحل ما نعرفش اسكو انا الخو الولد اللي قالوا لي بحثوا لي. والله نشكر برشا انا العباد اللي تبعثي في كومنتير وتعرف شنو قالوا لي فما كومنتير البارح قال قال اون ديغي وجيت عاون فيك اون ديغي انت الولد نتاع الراجل اللول اللي خلاه لها وخرج وهرب مش خرج وهرب وهرب وقطع. دونك هذا هو سينون نحب نجاوب خويا اللي جبته وانا صغيره بالكل عرفت لا فهمت ربيك اخوك ولك حد شيء شنو طلع دركي مش مفروز العلاقه مش مفروز. باهي سيدي مرحبا بك الى حد الان اهلا وسهلا الحمد لله يا ربي. ماي باهي سينون نقول لخويا يوسف راهو ما كاركش مشيت للدونتيست البارح راهو شويه ماء وشويه ملح وتغرغر معناتها اون ديغي في جاب كوريا الشماليه. شكرا ليك دوبلكش عنا صح خليك في سبور عاش خويا خليك في سبور يرحم اليوم باش نشوفوا حاجه باهيه ما نشوف حتى ناخذ نشوف ولا نشوف حتى ناخذ. هل هو هدوء ما قبل العاصفه؟ هل عامل عاملة ولابد كاري يكون عليها الحين كاري يكون عليها ما نعرفش لا أدري لا أدري. يا أخوي ولدي البوغوس مش عويده الحقيقة، أنا أم والقلب الأم فهمت إيه نحس اللي فما حاجة طنجرة قاعدة تغلي إن شاء الله تغلي وتخرج لنا حاجة باهية معناها طبيخة جبسية ولا حاجة كله بشخشخة ما نعرفش. إن شاء الله صباح الأنوار صباح الخير وخير التلفزيونيين إن شاء الله نهاركم أسعد دايم من الناس الكل. والله عادي معناتها مود جديد هنا قاعدين نتعاملوا معاه لاباس بقدرة ربي ما فماش انفجار معناتها من بعيد ولا حاجة لاباس الحمد لله هنا نعدي وفيها باللي نجم والحمد لله وباش تتعدى جميلة ورائعة مدامنا ملمومين ملتفين حاول بعضنا بقدرة ربي ما فما كان الخير. هاي الأولاد كيما العادة دونك نبدأ حلقتنا باش سونداج بالسونداج رب على البارح سامحني علاش صاح وحده انتوما وينكم؟ انا صحت مازلت ما كملتش انت صاح وحده يا احلى زوز عملنا استباقية السيف قرب ايه مشتارتش نهدي لك يا شومبرير السيف قرب وموسم الاعراس كيف كيف تعرفوا الولاد قربت حسب رايكم هل التونسي مازال قادر انه يعمل زواج هكا عرس بلوتو وحفل تقليدي كيما قبل ما مصروف سبع ايام وسبع ليالي وحمم العروسة وهزن الفرش وكشيريكا والسياخات والدنيا والحنة الأولى والثانية واللطية وبعد اللطية عنا حنة العروس وبعد عنا العرس هيك الأجواء هذيك الكل حسب رأيكم اللي داراها ترى مازال التونسي شدد فيها اي وإلا لا دوبلكش منين يا حسرة هو ديجا التونسي شكرا لي حضر العرس وراه هو التونسي لا لا ما عادش بالحق ما عادش يدي عامني والعرست في بالي اما من سبع ايام وسبع ليالي منين ست ايام وسبع ليالي اربع ايام في صفاق سيد هو هذاك ناحيه الكلام اللي في تونس كانت كورونا يرحم والديك مش نفس النومبر دانفيتي اول حاجه ثاني حاجه ياما نفس يا اخي احنا قلت قداش النومبر دانفيتي قلت اسكو انت لبست الجبه تبارك الله وزوز جبيب وعملتهم الكل وعملت حفله هذيك توديع العزوبيه فهمت انه ماما ثلاث ايام يودع في العزوبيه ما حدش سايبها شعره لودع الدنيا دونك انت سي بون القنوات يا الجميل وي العرس شبيه والله تو التونسي تشوف النسبه نتاع التاخر الزواج هذا معناها تفهم اللي التونسي ما عادش قادر يا حسرة منين كانوا هكا باش مجير تعرس معناتها تعمل شوية مش اش مجير عمرها ولا كان باش مجير لا لا مخير بيسر أقل بيسر تكاليف من توا فهمتني تك تك يتلموا يعملوا نجم أنا بيدي أسمع في عرسي لعبت فيك المثقف عرفت ولا قلت ماذا السهريات والأجواء ذي ما تعني نيش فهمت تحبوا تعملوا عملوا على الروح عملوا هم عملوا هم أنا ما خسرتش برش فلوس لو أي أنت عادة زدموا عليك الحومة على ما عملتوا شايح ليح ما في حد شاي جملة سخف كعبة
كعك ورق ما درتش يا رسول الله. والله جابوا المزود وجا وحده سينو وجوج. انا نحس انه فما مناطق في تونس اللي متشبثه مهما غلاه ومهما يعني يكون المستوى الاجتماعي الاقتصادي تاع العائله ذيك، فما عادات اللي موجوده ما لازمكش تتعدى عليها، وخاصه الحقيقه الحاجه الباهيه في العرس وانه العباد الكل تتعاون حتى لو كان غلاء، فانه العروس والعروسه مش هما اللي يهزوا الحمل الكل وانما العائله تحاول تعاونها وهي فرحه العمر. والله انا وجهي مع انه عكست دارنا في الحفلات وكذا، ندمت ما هو قال المزود هكا وكل وشتيح قال راك شفنيك شفنيك ستوريتك حاضر علي 59 دقيقة داهمنا وقت الأخبار. نمشي للأخبار وأحوال الطقس ومن بعد نرجع نكملوا مع الأبناء حتى نص نهار. بالناس اللي التحقوا بينا الآن باش نمشي معاه مباشرة باش يحكينا على تمارين الأيروبيك دليفي. حرك بدنك حرك بدنك. هاي سيدي نحكيو على التمارين اللي باش تقدمهم لنا وصورتهم انت وما ما حكيت لناش شنو الفايده نتاعهم انا لماذا باش نحكي كذا تم على شنو سو كي كريتي. هو تمارين الايروبيك لحرق الدهون. نعم. وعلاش الساعة نبدأ بتمارين الايروبيك؟ ايش معناتها كلمة ايروبيك ساعة على باز؟ هي فيليير فيزيولوجيك في البدن اللي هي تدل انك انت لازمك تعمل ايفور متوسط والا فواغ معناتها ماهوش قوي برشا المده طويله المدى، معناتها ساعه وغير بعض ساعه ونص. معناتها فيليير تتسمى فيليير ايروبيك اللي هي ما انت ما قلتش هكا، انت قلت جمله اخرى فيزيولوجيك ملي فيليير فيزيولوجيك تتسمى اللي هي غيالمون اللي نعمل موفمون والا اكتيفيتي موديري اللي هي نعمل بيه اي معناتها نعمل دي زيكزيرسيس كيما المارش بي اكزامبل ولا كيما الفوتينغ معناتها بتيت فولي والحاجات هذوما اون جينيرال. دونك من هنا تخلقت الايروبيك هذيا، يقول لك نعملوا دي زيكزيرسيس ماهمش انتونس برشا ما يعاونونا باش نحرقوا لي غريس اللي في بدن الكل او ميم طون سي دي زيكزيرسيس دو رانفورسمون مسكولير زاد كيف كيف. دونك عندنا ديفينيسيون اخرى. اعطيني ديفينيسيون لؤي على خاطر قال باش نفسر التيرم وما تيرم هو حسب الشيخ جوجل هنا قال وانه ايروبيك اي حاجه عندها ريلاسيون لازم تخرج وتدخل برشا اكسجين ودونك لازم برشا ريتم برشا قوه باش نجم تدخل. هو قال ما يلزمش ريتم ما يلزمش القوه. لا لا على خاطر باش نفسر على خاطر جوجل مش قاري. لا لا جوجل مش قاري جوجل مش قاري بالكدا. او حاجه ثانيه حاجه فما فرق ما بين مش نعطيكم اللي قاعدين نعملوا فيه تسمى ال اي ا معناتها لو امباكت ايروبيك اللي هي غيالمون لو معناتها بشويه امباكت معناتها الامباكت اون جينيرال مع القاع ولا مع التأثير يعطيك صحة تأثير هو اللي اون جينيرال. والايروبيك هي كما قلنا هي الفيليير فيزيولوجيك اللي باش نخدموا فيها. علاش ماهوش انتونس؟ على خاطر ما نجموش نخدموا حاجة انتونس المدة طويلة. دونك اوتوماتيكمون عكس اللي زيكزارسيس اللي مسنسين نعملوهم تاع الهيت ولا تاع الانترفال ترينينغ ولا اللي هو معناتها اون جينيرال. دونك هذوما حاجه باهيه. علاش فسالك التمارين هذوما شنو التمارين؟ هو اون جينيرال يعلمونا برشا حاجات وجوج منهم الكوردينياسيون كما قاعدين تشوفوا على اي اف ام تي في، منهم انك حاجه لوديك معناتها تعمل جو، منك انك انت تخدم يحرق لي كالوري رانفورسمون مسكولير. نبدا ليكزيرسيس والله راني نتبع من قبيله اقسم بالله بديت من الجمله بديت من فيليير حتىش لتوا ما فما حتى فكره مربوطه بالاخرى. سامحني دالي انا ديما نقول لك باش تعمل الغبريك نتاعك اعطي طول لي زيكزيرسيس نبداو مالا طول اي خاطر ذيك راهو تفسيرات ودنيا صحيت تطورت في روحك. نحب نفسر لا مش لازم حتى مش اختصاصك راهو فما عبيد باهين في البراتيك وما همش باهين في التيوري موجوده فهمت كيما فما برشا مسرحيين يعرف يعمل وما يعرفش يحكي على الفعل نتاعو المسرحي فهمت انت تعرف تعمل سبور انت تعش تحكي باش تحكي فما بين العكس بيه في تيوري تتكلم كيما كل ما يتكلم كان بحضور محامي باش ما تورطش روحك باهي تو والله يلا نبداو لي زيكزارسيس نبداو بالتمارين نعم اون فيت باش تلقاو خمسه تمارين خمسه تمارين تنجم تونشينيهم ببعضهم معناتها واحد في جرة الاخر والا كل واحد تخدمو واحد. التمرين الاولاني سيدي اي نكون من بوزيسيون دوبو نحاول نعمل جومب ديجاجي تتسمى لانج
اللي هي غيالمون تتسمى الموفمون اسمه لانج مش لانج لانج اي ال يو ان لا ال يو ان اي جي او اللي هو من البوزيشن دو بو مره نعمل ديجاجي بساقي اليمين مره نعمل ديجاجي بساقي اليسار اللي هو كما قاعدين نشوف فيه على اي اف ام تي في معناتها بالبوان دي بيي ديجاجي على اليمين وعلى اليسار اهم حاجه لازمني نكبس كرشي ثاني حاجه لازمني نهبط شويه على الكيبي باش نكون سوليسيت معناتها الرونفورسمون مسكولير في ساقي هذا الاكزرسيس الاول الاكزرسيس الثاني هو سيرش راجح مسيرش ما يدوم حال عندك بيه كم هو يتسمى ستيب توتش اللي هي غيالمون ستيب توشي ستيب توتش اللي هي الستيب معناتها نحط ساقي معناتها ابوي في القاع توتش على فرونسيز سواغر تحس على فرونسيز وتاتش معناتها توشي دونك نحاول اني نحط نحل ولا توتش تاتش هي سبحان الله هي باهي على خاطر توتش معناتها توشي هي هي بربر كذا كيما قاعدين نشوفوا في اي اف ام تي في كيف كيف اني نحل ساقي نحط كاريمون ساقي في القاع ريكزا لابوي الكل على ساقي هذيك ونجيب جوست الساق الاخرى نمس بها ساق اللي ريكزا ونبدل كل مره لو بوا دو كور ولا لو ترانسفير دو بوا دو كور مره على اليمين مره على اليسار الموفمون اللي بعد اللي هو ما في حتى شيء كيف كيف ستيب تالون اللي هو قاعد نشوف فيه على اي اف ام تي في ستيب راهو مش بالضبط حبوا الاكزرسيس هذوما ما يتعبونيش بالكل اي صحيح هذاك علاش يتسمى لو امباكت ايروبيك خاطر ما يتعبوش دونك مارش لو امباكت ايروبيك لو مقصوص نحن مش خايف مش خايف بي 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 اي دونك ستيب تالون تي دونك شنو نعمل نحط ساقي كيف كيف ونعمل تالون التالي دونك ونعاود الموفمون ريبيتيتيف ولا يتعاود برشا مرات الموفمون اللي بعد اللي هو ستيب جنو كيما قاعدين نشوفوا كيف كيف نحط ساقي ايكارتي بارابور ساقي الاخرى ونهز ركبتي بالكدا وزاد كيما قاعدين نشوفوا ديما نحاول نخدم يدي مع ساقي يا جماعه على خاطر ديما نعاودوا نقولوا اللي راهو كي نخدم يدي مع ساقي نحرق اكثر دي كالوري ونحرق 20% de plus. كملت. شكرا ليك دوشي بارك الله فيك ليزيكزيرسيس تلقاهم اي والله هذه ليزيكزيرسيس الوحيد اللي نعملوها ليزيكزيرسيس موجودين على اي اف ام تي في ليزيكزيرسيس تري تري افيكاس وباهين وكالعاده ديما نوصي ما تقولوش وجهها ما وصلتناش ديما شوفوا ليزيكزيرسيس وما تتفاعلوش مع التحليل ومع الهدره نتاعو حاسس فما شكون يكتب معاه ليه حتى حد مش قاعد يفهم له في خطه الناس الاخرى تكتب معاه مش نورمال حتى اللغه ما صحيحه سي با بوسيبل الافكار كلها ما عندها ماهوش متوازن الطفل نحب نقول لكم حاجه اللي الساده المستمعين تسمع فيه وتفهم فيه وبالبروفة بالكومنتير الناس كل معايا دوبلكشي دوبلكشي وين وريني ترى وين الناس كل معايا دوبلكشي دوبلكشي خرجهم من بعد خرجهم من بعد خرجهم وتو نحطوهم هذوما يا سيدي تو نحطوهم على على الباج نتاعنا دوبلكشي دوبلكشي شنو ديجاج لا لا قولوا سايبوا دوبلكشي خلينا نفهموا في عندها جمعتين هذيك بربي جمله تتبعثت باش تبقى تو على كل حال احنا ما زلنا معاكم كيف ما تعرفوا عندي تو تساسيها اخرى باش تجي عندنا اساسوها معيشتنا اجواء جميله ورائعه جدا في جربه البارح مشيت لمرش الحوت ملا غناء وملا جو وملا وملا سمك يا خويا شفتك الانواع حاجه من ورا العقل يلا فاصل نمشيو لساسو عنده الحق الدوبلكشي برشا 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 من المتابعي المدام وجهة بعثونا سايبوا الدوبلكشي خليه يتكلم على راحته والله العظيم ما عندكمش فكرة يجيوا بعدين حتى نص دقيقة يجيوا يجيوا أحضروا في الفضاء هذية وشوفوا ايش معنى راه فما حاجات تتصور تخرجك فما حاجات ما تتصورش راه ما عندكمش فكرة على كل حال نحن نحبوكم على خاطر انتم قاعدين تتابعوا فينا ونقبلوا منكم نقدكم وانتقادكم بيان سور مرحبا 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 نمشي نشوفوا أساس وهات في بوا مارشي تو سويت بوا مارشي واو بونجور بيان سور وي بيان سور بونجور يا سماعة شايفين مانيش كيفكم احنا زدنا حوالي فهمت لانه بيضه دايره تاع صفره شو اسمك ايوه مش فايده بخاطر ما معريت لي
زنودك فهمت؟ فهم معناها خاطر انت بصيف حتى احنا لابسين احنا الصيف عندنا الصيف اكثر اللي بوبل ما شاء الله علينا يا حويت علينا اي وحده وحده ما شاء الله عملنا دوره عملنا تحتيحه جينا مشينا جينا سهرنا عايشة جو الصيف الفرات الشيخات لهنا احنا لهنا ماناش باخذينك صح وفر صح وفر خاطر الشيء هذاك ما يدومش انت مربحة خذها انا لهنا في جربة برا بركة جيب الجماعة كما قلت لك اي راجعة باش تمشي من القصبة الباب محرط نشوف نشوف من بعد خليوها تستمتع خليوها تستمتع استمتعي اية وساسوها الرائعة استمتع شيخ وتفرهد وعوم هناك الحوت نعمل كل شيء انا لهنا صح صح وفرحه صح وفرحه انت وين بالضبط بالضبط موي انا في حومه السوق اي حومه السوق لهنا كما قاعدين تشوفوا ما شاء الله الحركه موجوده لهنا كما قاعدين نشوفوا في المباشر بربي بربي نحب نحيي العباد الكل اللي فرحت بيا لهنا بحوم السوق سيغتو اخونا القيد بتاعي لهنا صرف الدين اللي يحبكم برشا ويتابع فيكم برشا سلم عليه برشا الصحه لهنا الاهالي الكل زاد سلم عليك وجوج يعطيهم الف صحه يفضلهم بارك الله فيهم نبداو بالدلاع قاعد يتباع على 8000 اللوز 3500 ايوا الفريز 3200 الخوخ على 2000 الدقله لقيناها ب 7000 المشمش 3000 البصل 3000 كيف القناوية 4000 الصغيرة والكبيرة على 2500 بالنسبة ل 100 جرام البطاطا تتباع الكيلو على 14 جنيه الفلفل 17 جنيه والقمرة ب 2000 نلقاو طماطم على 17 جنيه كيف الثوم 4700 الجبينة 17 جنيه المعدنوس الأربعة على دينار القارص 2500 البيتنجين ب 3000 القراع الاحمر لقيناها على 6000 السلق 5000 والسفناري لقيناها على 1500 لهنا وجدوا الخضره كما قالوا العباد الكل خضره غاليه شويه غاليه شويه لاحظنا صحيح غاليه شويه في جربة حتى الغله زاده غاليه ما نعرفوش شنيا سبب الغنية جربت الدلاع انا توا ما زلت ما كليتش الدلاع حلو سناك والله ما كليتش على خاطر مش على حاجه يوجع لي كرشي انا بطبيعتي مش لازم دونك ما ناكلوش وما شاء الله العباد بنكة لهنا لوز وشيخات افحوا حتى هو سيف لهنا ما شاء الله عنا حسدته بقصد بالله حسدته فيش متكيين بحدا سلعته مش ان شاء الله مصبش مطربه الدلاع عند مالك خلي الزرابة تاكل ما شاء الله الكعبة نقاوها بلفين فرانك هذه الجوله هنا في حومه السوق للي ياكل الدلاع واللي كرشو ما توجعوش تحيه لي هاكا يجي لهنا المرايات منين ساسو هذه مش موجوده ما شفتها لا في الدار لا في الراديو ما شفتها في حتى بلاس اليونيد شعلينا تبع المونجيلا حستها والله لا تبع فلوسي شهريتي خلصت إذا أساسوها خلصت صح على خلاص أساسوها
فريجيدير فارغ في النهار عايش بنتي. شكرا ليك ديفريمون تاع صحيت شريت الحمد لله اختكم خلصت والحمد لله الفريجيدير باش يتعبى يا الاولاد الحمد لله خاطر احنا مازلنا لتوا. شكرا الاساسور الجميله الرائعه قبولات برا تفرهد اختي شيخ اعمل اجواءك وعوم ورد بالك تكمل الفلوس كل تفتقهم غاديك بوان نعم. ميتيو دخلت توا على الميتيو غدوه في جربه طقس مغاي باش تروح هي نوارة هذيك هي اللي عملت لهم اي فوالا اي هاني جاوبت في بلاصتك هكا قاعده بحذا المرياتات بحذا جبتي سي باللي شريت منه باش ترجع لا حسد بنيتي علاش نحسدوا فيك بالعكس انا فرحانه لك على الاخ يظل تلفتها من عيني وشريت هاي لهنا بالطياره ربع ساعه تلقى روحك في جرب وبالعكس نحب الكهرباء باش نبدا نقفوا ناكل المشوي نقفوا ناكل المشوي ونتعدى وقروين ناخذ مقروضي ودنتي كل شيء وقابتي غاديك عربي من بروته وجوي احلى جو مش والصخيره غاديك احلى هي والبطاح والبطاح احلى بطاح في احلى تونس في احلى يلا اساسور شكرا ليك برا والبسك الشابو نتاعك ورجل امور قبولات رجع لنت العباد شكرا 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 دونك بعد الاجواء الجميله ذي عن اشهار ولا نمشي طول لا علولو بحذين علولو هاكا قعد ديجا بحذا الجا علولو صباح النور صباح النور وجه صباح النور للناس قاعدين يسمعوا فينا الكل على راديو يافا والله وجه انا بما انه رئيس نقابه حضر لهنا وانا كنت يعني مانيش مشارك في النقابه ولكن قررت اني ننخرط ب 40 دينار لمده العامين الجايين خاطر 40 متعامين ب 20 العام 20 العام تنزيد 5000 على جنب هذيك على خاطر فما تعنيف وجوج فما بوغانجا عملت لي مونغيلا لا ما غير ما نسميه ما غير اتهام لا 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 ما غير اتهامات فما شهور لحظه من هنا ما نجمش راهو العرك انا ذي بشوي بشوي عايش تعملوا ليش كل المشكل وجوج اللي هو يدافع على امه وهو شاهد على التعنيف نتاعها احنا باش ندوا بالعنف ما غير ما غير ما نسميه وعليش ما غير ما نسميه لحق خاطر راح معاه في الكهرباء وافتح بحث تحقيقي تخلي كنت وعد انت توصلني المروش تو ما فما حتى مشكله بين هذه كله والله زيد راه بين العائلات راه الكلام هذا ما يتقالش والله عظان الشجره ما يتقالش ما هذيك اختكم الكبيره ما انا حاسم اللي جيت مش قلت لكم تحملوا طب قلت لكم شنو ماني قلت انا ما وجيت وشوشت وتكلمت وعملت بكم اجتماع قلت لكم راهي مسكنه تعبه ودنيا وكل شيء تخليوها كمان اذا كان كما كنت تعرفوا لقيت هذه زاد هي راه في الشميسة وسخانة وكل شيء تفقد أعصاب داكوردو وانتم ماكمش ناقصين لا انا نعرفكم عاد واحد واحد فما تهديدات راهو انا احنا كنقاب نقول لكم راه ذي خاطين فما تهديدات في المباشر تهديدات من الخارج من الخارج تاعو عندنا من التاكسيفون اللي معنا تاكسيفون لنا في فيم تحصرنيها مره غاديكه وربي تستر لتو شدت يلا على كل حال نمشيو الاخبار هذه كلها سامحونا سادة مستمعين امور عائليه تو ننفضها باش ما عادش تحكي هكا على المباشر تفضل ميديا ماج مؤسسة الإذاعة تستغيث هو هاشتاج تلقوا مجموعة من الزملاء في مؤسسة الإذاعة 94 يوم تقريبا والإذاعة تعيش من غير رئيس مدير عام ولكن تبع عام فمش شكون ينجم ياخذ القرار وهذا بطبيعة رجع سلبيا على الإذاعة والزملاء في الإذاعة شنو هي اللي صاير اليوم في المؤسسة هذه اللي باش نعرفوه مع زميلتنا الصحفية جيهان التركي اللي حاضرة معنا بالتليفون صباح النور جيهان صباح الخير ليك وكل الفريق شكرا أنكم بالحق انتبهتوا النداء اللي عملوه أبناء الإذاعة التونسية على خاطر اليوم الإذاعة التونسية وضعيتها ما عادش تنجم تتواصل بالطريقة هذه باهي جيهان نبدا معاك شنو اللي صاير في الاذاعه التونسيه خاصه نحن نعرفوا انه تقريبا من فيفري وقت اللي تم اعفاء الرئيس المؤقت للاذاعه حتى لتوا معناها مازال ما تمش تعيين رئيس مدير عام قاعدين نشوفوا انه تقريبا فمش ديجيتال حتى لتوا وكنا احنا قبل هنا في البلاتو حكينا على المشكله نتاع مواقع الاذاعات فما زاد مشاكل اخرى بدات تظهر معناها للعلن أنه معناش اليوم رئيس مدير عام احنا تعرضنا لها الوضعية هذه بين جوليا وأكتوبر اللي فاتوا فالمشكلة أنه وقت كان عندنا في جوليا بين جوليا وأكتوبر اللي فات ما كان فما رئيس مدير عام أما كان فما كاتب عام فكان فما تسيير للمؤسسة اليوم احنا لعنا لا مدير عام ولا كاتب عام في المؤسسة فالتسيير الإداري والمالي متعطل وإحنا عندنا نظام أساسي
احنا مؤسسه الاذاعه ومؤسسه الاذاعه والتلفزيون التونسيه هما خاضعين لنفس النظام الاساسي، كان عندهم نفس النظام كنفس مؤسسه واحده، انه الفصل 11 منه يقولوا يقوم الرئيس المدير العام بالتشكيل الفني والاداري والمالي للاذاعه التونسيه وبصفه عامه يقوم بكل الصلاحيات المفوضه له بصفه قانونيه من قبل مجلس الاداره. اليوم احنا من هذا الشيء المكلف بالتشكيل شكل شنيتي لا عندنا مجلس اداره اجتمع ولا عندنا شكون يقوم بالتسيير المالي والاداري. احنا رانا 12 اذاعه، رانا 6 في المركز وفما 6 في الجهات، يعني احنا ما انضمت لنا اذاعه زيتونة للقران الكريم. ف الوضعيه نتاع زملائنا في الزيتونه من هاك ينضموا الاذاعه التونسيه في نوفمبر 2021 ياخذوا في التسبقه، لا عندهم تغطيه اجتماعيه ولا عندهم شهري. احنا اليوم زاد وضعيتنا من غير يعني من غير اداره، من غير اداره، من غير تسيير، من غير تسيير. عندنا يعني عندنا زملاء مثلا في عندنا المراسلين اللي هما في مكاتب مهدين بالطرد من المكاتب على خاطر موقفهم خلاص، عندنا مزودين ولاو يبعثوا في عدول المراسلين الاذاعه التونسيه، حتى مواقع الاذاعه التونسيه والانترنت في بيلي جهين زاد معناها تقريبا يعني قاعدين يهدوا باش يتقصوا عليه. معناتها انه مواقع الاذاعه التونسيه توقفت مره اولى، المزود حكيوا معاه مديرين في المؤسسه رجعوا بعد عاود قصهم مره اخرى. تعرف شنو معناتها يعني اليوم في العصر الحديث نتاع الاذاعه انه ما عندكش ديجيتال، كاين هالبوند اف ام نتاعك وقفت زاد راهو في نفس الوقت هذايا. واحنا داخلين على برشا استحقاقات، داخلين على استفتاء، انت تعرف انه المرفق العمومي هو المطالب ان يكون بالحياد على في المسافه وعلى وهو مطالب انه يكون ينجح المحطات الاداريه، داخل على انتخابات، ثم المؤتمر الاقتصادي الافريقي الياباني اللي في شهر اوت منتظر انه ثم 50 رئيس دوله يكونوا موجودين في تونس في الوقت هذاك، ثم الفرنكوفوني اللي الاذاعه عامله اتفاقيه مع الفرنكوفوني يعني كطرف مطالبه بتوعيه كله استحقاقات على الاذاعه. اليوم احنا انتم هل تحضروا في شبكه صيف ولا ليه؟ احنا اليوم مناش نحكي على شبكة صيف الإذاعة التونسية تقريبا مازال شهر ولا شهر وشوية ونبداو في البرمجة الصيفية. حاب نحكي لك انا على الزملاء اللي شقوا فترهم في رمضان كيفاش عداو، كيفاش عداو رمضان في شقة الفطر. اي كيفاش عداو؟ يعني احنا اليوم زملاء في شقة الفطر، يعني احنا قبل كانوا مثلا عندنا شكون يجيب الاكل للإذاعة، من بعد وقع الاتفاق على انه ياخذوا دي بون غيستو باش يشقوا فترهم في الإذاعة. شهر كامل الناس الكل اللي أمنت البث ما عندها حتى شيء. بيه وفي هذا الكل بربي جهين، معناها كي تحاولوا تتواصلوا تحاولوا تفهموا علاش الى الان لم يتم تعيين مسير للاذاعه، معناها باش نلقاو مؤسسه الاذاعه، شنو هي الاجابات اللي تلقاو؟ انا ما نجمش نجاوبك على خاطر بالحق يعني الرد على انه ما فماش مدير عام، يعني ما تعرف انه باش يتسمى مدير عام. لو احنا فما حاجه زاده يمكن تغيب على برشا ناس صديقي، انه الاذاعه التونسيه سيرت بالنيابه من 2019 يعني مؤسسة من 2019 والإذاعة التونسية بكلها بإذاعاتها بالبوابة نتاعها بالناس اللي تنتمي لها تسير بالنيابة من أبريل 2019. يعني هذا الكل راهو تراكمات نتاع أربع سنين. احنا اليوم زاد كي نطالبوا يعني انه يتعين لنا مدير عام، نطالبوا انه يتعين لنا مدير عام يعرف مشاكل المؤسسه، يعرف مشاكل الاذاعات، يعرف يعني عنده فكره على المؤسسه، على مشاكل المؤسسه، وعنده فكره على اداره مؤسسه اعلاميه، مش مكلف بالتسيير. خاطر المكلف بالتسيير جربناه وظهر لي يعني ورات حدود هالحكايه، لان اليوم المكلف بالتسيير هو يمضي فقط. احنا اليوم حسنا بناس عندها رؤيه، عندها استراتيجيه، عندها تخطيط للاذاعه باش تخرجها من الازمه اللي هي فيها، على خاطر بالحق اليوم فما ازمه في الاذاعه. انا اليوم فما ناس عندها ترقيات اليه من 2021 واقفه.
ما نحبش نحكي على الجانب الميني خاطر تولي تقول لك الناس تحكي على خاطر على فما الحكايه اللي هو الجانب الميني ما باش يعيشوا مع بعض عندهم باش نجموا يعيشوا العبيد. انه زاد نسمع انه الزملاء في اذاعه زيتونه تقول انت 6 شهور هما عايشين على تسبقه معناها شوف انت 6 شهور تعديوا على رمضان وغيره كيفاش عاشوا معناها الايامات هذه الكل. وراهو زاد الجانب الميلي اللي احنا نحكيوا عليه يرجع زاد بالضرر على المؤسسه فمشاكل اخرى زاد اليوم قلت انت ديجيتال وغيره بالحق لو فما حاله احباط. وبالحق نحب نحيي زملائي الكل اللي ديما شاهدين على قداسه لونتين وانه ديما لونتين مقدس وذاك عمرنا ما نحكيوا عليه ورغم كل الظروف هذه الناس كل يوم تدخل وتمشي للونتين وتامن نشرات وتامن مباشر وتامن انتاج وتامن كل شيء وتواكب وتهبط للتيرا وكل شيء تسمعه في الاذاعه التونسيه. هذا كل ما اثرش على لونتين والناس الكل تخدم بصفه عاديه لكن بالحق راه فما حاله نتاع احباط فما ديموتيفاسيون فما ناس تقدر لبعضها تقول الى ما تيرش نقف في الوضعيه هذه. شكرا لك جيهان. هذه زميلتنا الصحفيه جيهان التركي كانت معنا في المباشر كنا نحكيو معها على اللي قاعده تعيش فيه مؤسسه الاذاعه كما قلت لكم 94 يوم تقريبا من غير رئيس مدير عام. اذاعه الزيتونه الزملاء اللي غاديك قاعدين عايشين على التسبقه من 6 شهور تقريبا. مواقع الاذاعه واقفه ما فماش ديجيتال اتفاقيات واقفه مستحقات ترقيه اليه ما فماش والزملاء المراسلين مهدين بالطرد. كنا نحكيو على الماء الضوء الانترنت تصوروا ديما معناها يتقصوا على المؤسسه الاعلاميه مؤسسه كامله مش اذاعه وطنيه واحده معناها مؤسسه كامله كيف ما قالت الاذاعات الجهويه زاد راهي مهمه وقاعده تعمل في خدمه كبيره برشا 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 وبربي حتى به يعني ما نحكيش على الفلوس واللي عنده هكا فكره جديده بتاع برنامج يحب يبدع يحب يعني ما عندوش مع شكون باش يحكي ما عندوش شكون اللي قرر له اي ليه معناها ما فهمتش عبد غطت عرفتك اللي عبد يجي يخدم وما يعرفش روحه وين ماشي وفين اثنين باش يمشي مش معقول بصراحه. وشنو اللي يمنع انهم يحطوا فهمت شنو الاشكال معناه وشنو المشكل وين المشكل بالحق وين المشكل وين المشكل وين المشكل وولاد المؤسسه راهم ولاد المؤسسه راهم ولاد جامعيين ما 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 يعرفوا المؤسسة نتاعهم بالكدا ولاد الاختصاص يا اخي ما فما حتى حد من ولاد المؤسسة هذيك يشدها تحب كارت سورتابل وجوج كل ما يتعين واحد تصير مشكلة كل ما يتعين واحد باش يشد المؤسسه هذه الاذاعه التونسيه تصير مشكله الحقيقه شنو بيك خليوها هكاك اي سامحني انا نجي نسمي لك تو مدام جيهان التركي والله يعطيها الصحه فسرت لنا المشكل وقالت حاجه مهمه لازم يشدها واحد يعرف المؤسسه يعرف المؤسسه هي باش معناتها ما لازم يشدها واحد من غادي كمل المؤسسه كي تسمي واحد من المؤسسه وفم عبيد تتقلق خنقولوها بالفم والملي النقابه تتقلق انه هذاك يشد المؤسسه تيقف يتطرد كيما يا اخي ما سميوش واحد وتنحى في ظرف 4 شهور يا اخي ديرنيير مو مش سميو واحد وتنحى قال لك من العهد البائت والعهد البائت وقعدنا فك العقليه هذيك راهو هذيك هي مشكله التلفزه والاذاعه التونسيه انه خويا تتسير بالنقابه يا اخي خنقولوه النقابه هي اللي تحكم اللي اي واحد باش يتسمى راهو النقابه باش تيقف تقول لك لا هذا لا باش سميو دالي دالي اللي سميو قنواتي لا ليه ما فما ديكريتير يخي هما يقولوا ليه جست باش يقولوا ليه يوقفوها المؤسسة وجوش الحقيقة ما عندها يوقفوها هما يوقفوا فيها مع أي واحد يتسمى هما يوقفوها راه كيفاش ولاد مؤسسة يجي يوقفوا المؤسسة نتاعهم ويوقفوا شهريهم ويوقفوا برامجهم ويوقفوا دنيتهم وهي قالت حاجة مهمة قالت راهم من 2019 بالنيابة ما تسميش واحد جستمهم ما تسميش عطيني أنا سمي لي واحد كان باش يتسمى واحد وقفت عليه النقاب بعديك توا باش يتسمى هو اللي قاعد تحكي عليه مشكك سحري هو فما شكون كان محطوط مؤقتا ولكن هو خذ قرار نتاع تعيينات والتعيينات هذاك هما اللي ما عجبوش يا ما كانت باش تتصلح له بون تتصلح ولا هو كان وقتها تتصرح معناتها العباد ترجع تخدم ترجع تصححات ترجع لا هو هذاك السيد اللي خذا القرارات هو ديجا كان مكلف بتسيير الاذاعه قاعد تفهم هو اللي كان مكلف بتسيير الاذاعه خذا مجموعه من القرارات من خلال مجموعه من القرارات هذيك امر رئيسي اعفيه نحاوه من بعد شنيا بعد ضغط انا وجوج نمشي مع سحري في الفكر اللي يحب يقولها هو انه النقابه توقف يعني كان نمشي بالمنحة هذه نقول انه
النقابة في تونس ولات أقوى برشا من الدولة. يعني الدولة تو من 2019 بالنيابة تقريبا 3 شهور 94 يوم مؤسسة عمومية تابعة للدولة اللي خلصوا فيها بالضرائب متاعنا كل شيء اللي الدولة ما لقاتش فيها حل. أنا عندي حاجتين، يا إما بالرسمي نقابة أقوى من الدولة، وإلا الحاجة الأخرى وإنه الدولة برئاسة الحكومة متاعها برئاسة الجمهورية ما تحبش تلقى حل الإعلام تو سامبلومون، ما تحبش ما تحب تغرق كل مره كل مره ما ما تمنش بالاعلام كوسيله باش توصل المعلومه وكهذي هو هاك يقول لك نحن عن الفيسبوك عن الديجيتال. رئيس الجمهوريه وقت اللي يحب يخرج يحكي ما يستناش لا حوار لا حد شيء، علاش نعملوا في هذا الكل؟ علاش باش نصرفوا ولا باش نحلوا المشاكل؟ ولا خاطر من 25 جويلية مشاكل في التلفزه الوطنيه باللي نحكيه بالنقابات بكل شيء في التلفزه الوطنيه في نقابه الصحفيين زاد كي تحكي على برشا مؤسسات اللي صاروا فيها مشاكل، المشهد الاعلامي في حد ذاته هذا الكل يعني جرتوا نقابتك هاو، يعني فما مشكل وانه الدوله ماهيش قاعده تتفاعل. خاطر الدوله كانت تحب تلقى حل فانه تفرض تلقى حل، وهذا هو راس الفتله. تفرض تحط واحد يحط له العصا في العجله من اول نهار يدخل للمؤسسه. شوف فما مؤسسه، شوف فما مؤسسه اخرى عندها عام ونص من غير مدير عام، ماهيش مؤسسه اعلاميه، ما فماش فيها نقابه قويه ولا توقف ولا كذا، اللي هو المسرح الوطني. عنا عام ونص نستنى في مدير عام للمسرح الوطني، ما تفهمش علاش زاد ما التوا ما لقاوش المناسب. كي تسمع يقول لك ما لقيناش الشخص المناسب، المسرحيين الموجودين واللي عندهم تجربه ومن الصغار زاد راه فما شكون من الصغار عندهم تجربه كبيره وينجموا يديروا المؤسسه هذيك. كيف ما قلتوا فما بطء، فما بخل، فما مش بخل الاعلام والثقافه ماهيش من اولويات الدوله. اي هذا هو القصد، حاجه برك انا اي معاك ماهيش من اولويات الدوله. مي راهو في التلفزه وفي التلفزه والراديو التونسيه راهو على ذمنتي انا خو تحمس وليد راهي تسير بضغط من النقابات. حتى كيك نقول التونسير تسير بضغط من النقابة وما تطيرش ما فماش طيارات تطير. هذه راهي نحكيو على دولة، مانيش نحكي دولة لازمها تفرض، لازم فما حاجة هي الحق النقابي موجود بالدستور اللي هو ولا شطر لفة ونعرفوش الدستور الجاي شنو فيه. الحاجة الأخرى وإنه فما حاجة اسمها مفاوضات، فما حاجة اسمها حديث. علاش ما خرج حتى حد في 94 يوم من الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية احكي على الموضوع هذا وفسر ايش معناه؟ عليه ما فما حتى معلومه خرجت. المعلومه الوحيده تخرج يا اما من التلفزه يا اما من النقابه يا اما من الاذاعه. هكا قعدنا كي يحسوك لي صحيبه ياسر، معناتها الامور باش تصير باش تلقى واحد عليه اجماع من الاطراف كلها. معناه ما تنساش انه ليكاره هو زاد عندها معناها لازمها تقدم صحيبه ميسيرش نحطوا خويا احنا 3-4 اسامي عندنا كونسنسوس حول هذا اخي هذا في الفتره هذه عنده تكليف باش يسير المهام هذو. ما نقص على روحك المشاكل راهي مش مشكله كبيره، عين عبطه يتصرفوا ما عملش نجيبوا القمر. احنا تمنيو الحقيقه الاذاعه هذه معناها المؤسسه هذه مؤسسه عريقه الحق نتاع ربي، وفيها من خيره الصحفيين، من خيره المنشطين، من خيره المقدمين للبرامج، من خيره التقنيين بالحق، ولادها بالحق، الناس اصحاب اختصاص واصحاب شهادة عليا الحقيقه نتاع ربي، يحطوا ولادها يسيروها يتحملوها يهزوها وناس بالحق معناها بكل صدق. خلي حاجه بركه وجوج الحقيقه ذي اللي مخوفني على الاخر، وانه كيفاش باش نمشيو المشهد الاعلامي ذي باش نبنيو جمهوريه جديده حسب رئاسه الجمهوريه. والله الحقيقه يعني ما يمكن مانيش فاهمين ولا راهو نحكيو على جمهوريه ليه؟ مع خاطر بعيد وراس خويا بعيد مش والله بعيد. انا نحكي لك نحكي على الدوله كيفاش تخمم، ما نعرفش كيفاش ماشي الجمهوريه بمشهد اعلامي هكا. انا نتبع مسكين اللي باش يتسمى في التلفزه ولا في الراديو في تونس. شكرا لك العرعود على الخبر هذايا. فعندك خبر اخر نكملوا بيه؟ تحب معلومه بسيطه؟ هو باين هبطته البارح النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين تعلم انه نهار 20 ماي باش تكون فما وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة، وهذايا بسبب المشاكل نتاع الزملاء اللي يخدموا في كاكتوس برود وإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والتنكيل كما تقول بالعاملات والعاملين فيهم وحرمانهم الأجور والتغطية الاجتماعية لأكثر من 6 شهور. هذايا الكلام نتاع النقابة الوطنية باش يكون نهار 20 غدوة 20 ماي. هكي كوينا ونحكيو على الصحافة تحس قلبك يوجعك
والله تحس إيه قلبك يوجس معناها برسمي وخلينا كل ميدين كل يحبوا سي يحبوا يسكتوه يحبوا يغموه يحبوه يندثر بشوي بشوية. والله عارك بعد عارك والله وجهه جن البارح في الانستغرام وفي الفيسبوك حكيت على الاستفتاء وحكيت على التسجيل نتاع الانتخابات كيف ما البارح حكينا في الكويز فما زوز منين و500 الف تونسي وصلوا 18 سنه وينجموا يمشيوا يصوت. اي المشكله وجهه اللي علاش مره اخرى وانه الشعب ما في بالوش لا بالاستفتاء لا في باله بالتسجيل لا في باله بحتى شيء. وعلى شنو انت مازال ما في بالوش علاش لماذا كيف ما قال شكون من محمد غليب قال تقولش عليه الاستفتاء جوست عندنا دات نتاع كانه عرس عندنا دات وكاو ماناش عارفين شنو موجود في في وسط. يلا شكرا لكم علولو سامحوني الاولاد ما عادش وقت دونك وقت الموسيقى ونرجعوا للكويز. شكرا للي مشرف اتفضلوا بابا. السؤال الأول تفضل. رقم تحكي عليه برشا برشا بين البارح واليوم أكثر من 3000. الرقم هذا مربوط بحدث مهم صار في بلادنا أكثر من 3000. أكثر من 3000 بارح نعطيه من 10 3000. تعرفوا الأخبار الأخبار الاخبار الصحافي راه اخوك كبير برشا معنا عندي شهاده هكا متخرج معلقه هكا في البنسبي علي عندي علي ساسو صحيت جربه سياحه الغريبه حسب وزير السياحه عدد زوار الغريبه سيناهز 3000 زائر و50 صحفي وشخصيات رافعه من 14 جنسيه. لؤي قداش مهمه زياره الغريبه لتونس على كل المستويات؟ والله هي مهمة خاصة كيف مقادي تحكي عليها خاصة التسامح الثقافي والديني بين الشعوب وصير عليها بوليميك كبيرة خاصة في تونس نعرفه نحن الكل وإنه فما نوعا ما اتهامات وانه فما اسرائيليين قاعدين يدخلوا الجربه باسبورات بيان سور اخرى بحمايه امنيه كل شيء كل شيء واللي قاعد يصير عليه خاصه بوليميك في مواقع التواصل الاجتماعي. اما في نفس الوقت الجربه ديما كل عام الوقت هذايا الغريبه تزهاها الغريبه تفرحها ونوعا ما كاحتفال سنوي ثقافي اللي يجيه برشا ناس من برشا بلدان في العالم. السؤال الثاني 9 ملايين شخص حول العالم يتوفوا لطف عليكم حسب رايكم بشنو؟ بارح بالتدخين موت البارح بضغط الدم هذه ما ماتوش بضغط الدم مرضى جايينها جايين راهو حتى كي يحط راسه باش يخمم دوبلك شي يطلع لك بطلعه غلطه ملحيت 9 ملايين في العالم من الجوع في العالم نعيشوا فيها العالم لا الجوع اكثر جوع اكثر 9 ملايين خاطر برش يال تلوث في العام 9 ملايين ولا في العام ولا في النهار 9 ملايين شخص حول العالم في العام في النهار يتوفوا حسب رايكم بشنو؟ شنية 9 ملايين في النهار يا اخي شيخ هو 9 ملايين شنو 9 ملايين في النهار شنو 9 ملايين يموتوا في النهار ذباب خانا ناموس قرلو يا عشبكشي بعد يقولوا المستمعين قالوا اسمه مسجرل نعم عاونتك على الاخر يا طو طب الحشرات حشرات الاوبي الملاريا التلوث البيئي هم التيفودي كولورا الكوليرا كولورا دلا حسب دراسة أممية التلوث يقتل 9 ملايين شخص سنويا وإفريقيا الأكثر ضررا. والله وجوج قاعد نقرا ليامات ما عادش تقول قاعد نقرا عطي معلومات طول خاطر ما قاعد كان تقرا انت في التغير المناخي وكل شيء في باكستان الجمعه اللي فاتت والهند تسجلوا فما موجات بتاع سخانه كبيره برشا خاصه تو حتى في اوروبا اما يعني الدرجات نتاع حراره تاريخيه درجه يعني الطيور ولا يطيحوا فما فيديو انه العصافر وهم يطيروا يطيحوا يموتوا ديريكت وربي يلطفين على خاطر تقريبا من هنا ل 2100 فما ريسك كبير برشا وانه جزء كبير من البشريه باش ينقرضوا. انا عرضتني كهرباء شرطه باي تخرج في الدخان قبيل اي مش عامله الواحد وراهو الواحد مش عامله فيزيت تكنيك ولا شو اسمه يا ربي يدوي في الناموس يدوي في الناموس ليه ليه تخرج في الدخان تاع الكهرباء مع انه وجوج مع انه وجوج الفيدوس
ما انه وجوج تونس راهي بارابور التلوث يعني في العالم راهي النسبه نتاعنا احنا ماناش مع الناس صناعه كبيره كيف الصين. نتفكر وقت بيريود كوفيد كيفاش طاحوا المؤشرات هذه كلها على خاطر الصين معمل العالم ما حبس، ولكن بعد ما فات كوفيد تقريبا 2021 2022 مؤشرات التلوث في العالم زادت بصفه رهيبه برشا. السؤال الثالث، الثالث فالح في هذا فالح طلعت عرفتك المعلم يعطيك كلمة وفما هو يعطيك علي عرعو. شكون الفنان اللي مش باش يخلي ثروته لأولاده باش يتبرع بها؟ ثقافة راجحة مسكنات لأولاد تونسي حسو تونسي لا عربي. شكون الفنان اللي عنده ثروة في تونس؟ تحكي بجد قنواتي جيت تخدم أربع أيام تخيب شبيك بعيد كل البعد عربي ولا عالم؟ عالمي عالمي ممثل هو بالله وجوج نعم ممثل. شكون عنده اولاد؟ شكون عنده الايجاب برش برشا يعملوهم الفازيت سمعتوا دينير مون روبير دينيرو؟ لا لا ما عنديش الاسم ما نعرفه فيش مثل هيك فيش مثل تو نعرفه مثل جيمس بوند اسمه ذاك دانيال كريغ نورمالمون هكا كريك اي هو داني كريك مثل اما فما الظهري اللي قبله في بتاع جيمس بوند والله اعلم صحيت يوسف داني كريك كريك اي نعم تبلغ قيمة الثروة متاعه 116 مليون جنيه استرليني الله الله يعني كي نضربوها في 3.5 بطل سلسلة افلام جيمس بوند عنده اولاد 600 مليار شنو ما عندوش اولاد 600 مليار 600 مليار يتبرع بهم لشلوب بلاي ثروة 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 حتى هما قتلوه في اخر جيمس بوند مسكين يزيه لم والله تبارك الله زميل هو عبد ما لكن بكل صدق وصراحه في البركه خلي مثلا عيطش للقنوات يشد شويه الغلاف شادي العرفيه ويعمل له شبيه ما نجموش يخدموا جيمس بوند جيمس بوند عنده طفل وجوج كاريكاتير هما راهو الانجليز في جيمس بوند عندهم كريتير مثلا فما برشا فما تبديل في الشخصيات اما جيمس بوند خاصة لازم يكون بريطاني من بلاصة معينة متخرج من حاجة معينة وعندهم دي كريتير جيمس بوند مش عاديين جمد عنده طفلة واحدة دانيال كريك واحدة برك بنية بركة برزيت في الثروة من من مواليد لا عنده زوز زوز جت تجري مغاد زوز عنده إلا كريك هو مكتوب ما هو الأخرى مش مقايدة باسمه مرأة الأولى مرأة ثانية ما متزوج مداوبهم اثنين عنده معرس مرتين نعم أنت سايبك الويكيبيديا وزيد ادخل شوي اللوتة زيد هبط شوي هبط شوي هبط شوي اسمها دوترز دوترز يلا يا سيدي نبداو في الدخول نبداو نكملوا بالسؤال الأخير هذا مخصص تثقيف دالي فما ديما سؤال الاخراني نثقفوا به ولد عمتكم ولا عمكم ولا خاكم شكونوا دالي جاءنا باش يطلع في الاخر حتى نحكيوا على ابرز قاده مظاهرات 9 افريل لقب بزعيم الشباب على شكون نحكيوا لا هذا عاد نعرف على هكا وجوج قبل ما يجيو سامح لي البارح عملت معلومه غلطه كي حكيت على علي باش حامبا خاطر هو توفى ظهر لي 1917 سامحني توك حكيت انا على اساس 38 ما هو قبل انا حسيت 1907 كي حسيت علاش ما صلحتهاش قال باش يعرف غير منه قلت بالك هو عطى تاريخ احداث التراما خاطر 1900 يعطيك صحه ميرسي بوكو يعيشك اي صلحت اعطيني الاجابه نبدا بك انت يا دالي انا نعرفها الاجابه نبدا بهم هم لا لا ما يصيرش قول احنا باش ناخذوا اصفار الكل علي بلهوان شكرا لكم الابناء اثر من جو ابي ليه خاطر ما ترميوا في الكوره اللي بعثكم مش لوحه علي بلهوان 50 دقيقه نقعد نلحلح باش تعطيني الاجابه قريت في مش عنده معناتها في مكتب علي بلهوان قريت في المكتب وتعرفوا معني شخصية تعرف شعمل علي بلهوان نسمع بيها شعمل انا تفجعت كي قال قريت عنده لا قريت اللي يلعب في مونوبولي لقى في الشارع علي بلهوان شكون شارع كبير شكرا لكم ابنائي هذا كان كويز اليوم بعد شوي باش نحكيوا على مشروع قانون في الجزائر لتجريم التطبيع بيان سور معك انت بعد شوي فاصل اغنيه اخبار ونرجع بعد شوية نكملين مع المدام وجيها على اي اف ام احلى راديو